أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلام العمل على ضرورة تأمين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات من خلال جولة جديدة من تسجيل الناخبين والالتزام المسبق لقبول النتائج إلى جانب تأمين التمويل اللازم والترتيبات الأمنية. كما طالب سلام مجلس النواب للإيفاء عن وعده بسن التشريعات الانتخابية اللازمة بالتشاور مع ما يعرف بمجلس الدولة لإجراء الانتخابات المقبلة في ليبيا. إجراء الانتخابات في أقرب الآجال لابد من إشاعة الظروف المؤاتية لتلك الانتخابات، بالتالي فثمت جولة جديدة من تسجيل الناخبين والالتزام المسبق للقبول بالنتائج مع ضرورة توفير الموارد الضرورية واتخاذ الترتيبات الأمنية القوية. ولا يقل شأنا عن ذلك فعلى مجلس النواب أن يفي بوعده القاضي بإصدار تشريعات انتخابية لكل أشكال الأنشطة الانتخابية بالتشاور مع مجلس الأعلى للدولة، وتلك القوانين يجب أن تتم وتكون مقبولة من غالبية السكان، ونحن على استعداد لتقديم المشورة لكلا الهيئتين بشأن تلك القوانين عملا بالممارسات الدولية. هذا وبين سلامة خلال إحاطاتها التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين حول تطورات الأوضاع في ليبيا أن قضية سبها تبين ضرورة أن تعمل ليبيا مع دول الجوار في الجنوب لتأمين حدودها وحل مسائل التدفق غير المشروع للسلع والمقاتلين وأيضا للتجار بالبشر. تدهور تلك الاشتباكات لتستحيل نزاعا اثنيا وثالثا، لانه لهذا النزاع او هذا النزاع لان هذا النزاع ينطوي على إمكانية أن يمسي نزاعا إقليميا نظرا إلى الجماعات المسلحة التي تأتي من العديد من البلدان المجاورة والتي حولت هذا الجزء من ليبيا إلى ساحة معركة بديلة. ولذلك ندعم المفاوضات السريعة بين ليبيا وجيرانها الجنوبيين، ونحن على استعداد لتيسيرها إذا ما دعت الحاجة، وحالة سبها تدل على ضرورة العمل، ضرورة أن تعمل ليبيا مع الدول الجنوبية المجاورة لضمان حدودها ولحل مسائل الإتجار بالبشر وتدفق المقاتلين وتهريب السلع.